فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقع طلاق الحائض والنفساء؟ نعم، هل يقع طلاق الحائض والنفساء؟ هذا يراجع فيه المحكمة، هذا ما هم محل الفتوى في الطلاق، أن الطلاق يحتاج إلى تثبت، يحتاج إلى استنطاق المطلق والظروف المحيطة به، أو الطلاق بس على طول. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.